كذلك اخذها في عين الاعتبار في هذا النقاش المجتمعي، لاننا داخل الجمعيه كنا وما زلنا دائما نطالب بمدونه للمراه شامله، ليس فقط اننا نجزئها على ما هو موقع، ولكن على الاقل تكون شامله نظرا للخصوصيه ديالها، نظرا لان مع الاسف في دوله بحال المغرب سي لا ترونش لا بلي فيلنيراب. اذا نحن نحتاج الى مدونه للمراه تشمل القانون الجنائي وكل ما يتعلق بما هو قانوني ياخذ بعين الاعتبار هذه الوضعيه الهشه ديال المراه. كذلك لا يفوتني الا ان اندد بما صرح به وزير العدل دائما في ارتباط القضيه ديال الطفله ديال تيفز، لما صرح على ان الجمعيات النسائيه اتت لاخذ صور وانصرفت، اظن هذا تبخيس للعمل ديال الحركه الحقوقيه. ونحن نقول له ان لو كانت الدوله تقوم بواجبها لما لذهب المجتمع المدني للشغال حول مواضيع اخرى، لكن نحاول ما امكن به لان هذا هو دورنا.